اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا في ذمتك وحبل جوارك، فقهي من فتنة القبر وعذاب النار. اللهم قهي من فتنة القبر وعذاب النار. أنت أهل الوفاء، أنت أهل الوفاء، أنت أهل الوفاء، أنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك، وأنت الغني عن عذابه، وأنت الغني عن عذابه. اللهم إن كان محسنا فزده في حسناته، اللهم زده في حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم، يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، نسألك يا مولانا أن تغفر لنا وله ولجميع موتى المسلمين، يا أرحم الراحمين.